خلينا ناخد دلوقتي طيب نتكلم بشكل فني عن مباراة مازيمبي ان شاء الله يوم الجمعة وأهمية المباراة مع واحد من نجوم نادي الزمالك طبعا ونجم مصر السابق كابتن احمد مجدي. كابتن احمد مشرفني ومنورني، ازيك يا اخي؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله ده الفل، مش جايبك في مشاكل هو ولا حاجة؟ الحمد لله. مرة من نفسي، ماتش وفنيات مفيش حاجة اهو. مرة من نفسي بقى. ماشي، يعني اكيد مباراة صعبة، مباراة مهمة جدا، مازيمبي فريق قوي جدا، نادي الزمالك عايز طبعا ياخد 3 نقاط يتصدر بيها مجموعته. ليه اكيد كلام كتير جدا عن المباراة ومعطيات كتيرة جدا، بيلعب على ارضه في وسط جمهوره، شايف المباراة ازاي؟ والله بص، المباراة انا بالنسبة لي شايفها ان هي هتبقى فارقة في مشوار الزمالك عامة في السنة كاملة. ماتش مهم وماتش قوي وفرقة تقيلة، هتفرق معاك كتير جدا 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 لو خدت 3 بونت وبشكل كويس، هتحطك على الطريق الصحيح. انت بالك كذا ماتش بتكسب والدنيا ماشيه كويس وفي رجوع لنادي الزمالك، والاداء الفني اكيد مش 100%، ولكن الثقه عامه في المكسب دي مهمه جدا جدا. ففرقه تقيله زي مازيمبي من احسن الفرق الموجوده في افريقيا، فلما تكسبها اكيد هتديك ثقه كبيره جدا للموسم كله عامه. شايف ماتش الذهاب والخساره هناك من مازيمبي ب3 اهداف مقابل لا شيء، شايف ان هي ممكن تكون ثأر كروي لنادي الزمالك عايز ياخد بقى زي ما بتقول كده ياخد بطاره بلغه الكوره ويحقق نتيجه ايجابيه على مازيمبي؟ بص، المواضيع دي يعني ليها جانبين، يا جانب بتشحن زياده عن اللزوم اللعيبه، تشحن زوم تنزل الدنيا تبقى صعبه جدا بالنسبه للعيبه، يا اما تشحن شحن اللي هو المظبوط او كويس، يعني هو اللي يقدر ينزل يبقى جسمه فايق وهو فايق في الملعب والشغل يقدر يشتغل الشغل اللي المدرب بيتكلم فيه. لكن الموضوع ما فيهاش انتقام، انت عارف ماتش وانتهى، هو ماتش انت خسرته ب3 بونت خلاص. صحيح. مش مثلا ذهاب وعوده، لا هو خلاص 3 بونت انتهوا، انت بتركز في الماتش بعديه. كسبت 1-0، كسبت 2-0، كسبت 2-1، هو في الاخر مكسب، ده اهم صحيح. حاجه انت تاخد المكسب وتحط نفسك في الطريق الصحيح، وممكن تبقى يعني بدرجه كبيره جدا تبقى متصدر المجموعه. شايف نادي الزمالك دلوقتي استعد قد ايه من حالته الفنيه والبدنيه مع باتريس كارتيرون؟ 50%. 50% فقط؟ 50%. لا لسه في شغل طبعا فني كتير وشغل بدني كتير، لان يعني الفرقه برضو في الدقيقه 70 بتبدا الدنيا الريتم بتاعها بيقل، بعض تغييراتها بتبقى متاخره بتبقى غلط. لا اكيد بس يعني خليني اقول لك برضو يا كابتن احمد، يمكن الناس مبسوطه او جماهير نادي الزمالك مبسوطه بعض الشيء بنتائج اللي بيأديها محليا في الدوري المصري، يمكن الناس مبسوطه برضو. انت خلي بالك يا احمد، انت نادي الزمالك مش نادي صغير عشان انت يبقى ليك صحوه او الكلام ده كله، انت نادي كبير من اكبر الانديه موجوده في الوطن العربي، فطبيعي ان انت تكسب. انت بتكسب مين؟ تكسب طنطا وبتكسب الماتشات اللي فاتت عامه، ده طبيعي جدا تكسبهم، يعني ده مش مفاجاه بالنسبه لنادي الزمالك. لكن المستوى او الناس اللي بتصدروا نادي الزمالك او الوضع بتاع نادي الزمالك اللي بتصدر للناس ان نادي الزمالك واقع ونادي الزمالك فيه مشاكل كتيره ونادي الزمالك واقع فنيا، اكيد في مشاكل فنيه زي اي فرقه، طبيعي جدا. ما هو النادي الاهلي الناحيه الثانيه مش ماشي في افريقيا كويس، فالناس بتتكلم عنه ان هو بقى وحش في العام، لكن هو لا، النادي الاهلي كويس وفرقه قويه. لكن انت بتفضل الناس ان النادي الزمالك في مشكله ومشكله فنيه كبيره والكلام ده كله، فالموضوع ده مش موجود. انت طبيعي جدا انت بتكسب اي فرق اللي هي الطبيعيه، انت لعيبها بتكسب الجونه، ده طبيعي انت تكسب الجونه، ما عملتش حاجه يعني اكبر من الوضع الطبيعي في نادي الزمالك. كابتن احمد خليني اسالك عن نسبه استفاده نادي الزمالك بكاسونجو. بص عامه هتبقى في منافسه. يعني هو لعب لعيب كويس وكان ماشي مع نادي الزمالك بطريقه كويسه، كان في طبعا تضييع الفرص كتير جدا في الفتره اللي هو كان موجود فيها. صحيح. ولكن اللي انت تبقى موجود في حد ينافس عمر السعيد ومصطفى محمد في المنطقه دي، هيحط نفسه تحت ضغط وهيبدا يركز ان هو عاوز يرجع يلعب وعاوز يبقى موجود، مش عاوز يبقى كاسونجو او لعيب جديد جاي يخش الفرقه والكلام ده كله، فهي تدي بس ايه نوع من انواع التحفيز للعيبه. واكيد كاسونجو لما مستواه بس يبقى اول يعني واقف على رجله، لانه فتره فاتت ما لعبش. صحيح. لازم نادي الزمالك ياخد 3 بونت دول باي طريقه ممكنه، لو هيكسب بنص فرصه ياخد 3 بونت صدقني، فرقه زي مازيمبي فرق كبيره في افريقيا ومعروفه، لما بتكسبها اللعيبه بتاخد ثقه كبيره جدا 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 في الدوري وبقيه افريقيا. لكن لو لا قدر الله حصل حاجه بتبدا بقى تخش عارف برضو مهما كان الخساره يعني بتجيب مشاكل عامه، لكن طول ما انت بتكسب والدنيا ماشيه كويس وانت اهو بدات تفوق فنيا وبدنيا على حد ما، هتبدا الدنيا تمشي معاك، ولو كسبت هيديك ثقه كبيره جدا جدا. لكن طبعا انا من وجهه نظري لازم الزمالك يكسب ماتش النهائي. يعني اكيد بنتمنى في النهايه كل التوفيق لنادي الزمالك في مشواره في دوري ابطال افريقيا. بشكرك شكرا جزيلا، واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك اكيد كابتن احمد مجدي، شرفتني ونورتني، وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك في مباراه مهمه جدا.